الفلسطينية. ننتقل أيضا وموضوع آخر اهتمت به جريدة الدستور، تكليف رئاسي لإسماعيل بتوزيع شباب البرنامج الرئاسي على الوزارات، حيث كشفت وفقا للدستور مصادر مطلعة للجريدة أن الرئيس المصري أصدر توجيهاته إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بسرعة توزيع خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على جميع الوزارات والأجهزة وكذلك الهيئات الحكومية داخل الدولة. والهدف من هذا التوزيع الاستفادة من هذه الخبرات التي اكتسبوها خلال فترة التأهيل بالبرنامج الرئاسي. نفس المصادر قالت للدستور أن الهدف من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية كذلك المسؤوليات الإدارية داخل الدولة المصرية.